السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان أدب العاشق التركي. يحتوي الأدب التركي على أشعار قيلت بالأشكال الرباعية وبالأوزان التقليدية، ويعتمد الأدب الشعبي على اللغة المستخدمة بين الشعب. ومن أقدم الأمثلة التي وصلت إلى يومنا هذا والتي كانت تعود إلى القرن السادس عشر هي القصائد التي قيلت بالارتجال، كما تناولها شعراء الساز الرحالة، والذي أطلق عليهم اسم شاعر الشعب، وأيضا قد أطلق عليهم اسم شاعر الساز أو العاشق. ولا يوجد معلومات أخرى عن المخلص الذي أشير إليه في الرباعيات الأخيرة حول سباق معظم العشاق. وقد اختلطت حياة بعض العشاق مع الأساطير، ففي خيال العاشق أنه يعزف الساز وهي الربابة، ويشرب الشيوخ كبار السن الخمر والعياذ بالله. أما قول القصائد والعمل على إيجاد الحبيب الذي رآه يسقط من أعلى، فما هي إلا زخارف أسطورية شائعة. وقد اختلطت العديد من أشعار العشاق الغير معروف صاحبها بين أمثلة الشعر الشعبي مع مرور الوقت مثل أغيت والتوركو. مثال على ذلك أرجيشلي أمره وغريب العاشق لم تكن حياتهم معروفة في الحقيقة، وشعراء عظام مثل الشيخ سلطان عبد الآل وابن قراجة قالوا بين شعرهم مخلصات لهم وأضافوه إلى أشعارهم بعد ذلك. كما أيضا تناولت الأعمال الفنية للعاشقين أيضا الموضوعات البطولية بجانب القضايا الاجتماعية والنصائح الأخلاقية والحنين إلى الوطن والحب والطبيعة. كما أدلى العديد من شعراء الإمبراطورية بشهادتهم للعيش في بغداد وكيرت وشبه جزيرة القرم وغيرها من الأماكن التي تبعد عن بعضها البعض حتى وصلوا إلى الانكشارية. يمكن أن نعد هذه الأسماء بين هؤلاء: الحلم، العاشق اليتيم، وكل هذا في القرن السادس عشر، وحسن العاشق تمشفارلي الوزير، وهو القرن السابع عشر. أما كول مصطفى الملاح المتوفى عام 1686 وقاب سقال محمد الذي كان في القرن الثامن عشر وآخرون من هؤلاء الأسماء. استقر أبناء الكراجة في قبائل التركمان التي في الثور، وذلك في القرن السابع عشر ميلاديا تحديدا، ولم يعتنوا بموضوعات الحب وجمال الطبيعة، وكان الشعر الصادق هو الأكثر شعبية من نوعه. كما استقر أيضا في هذه المنطقة مرة أخرى ديلي بوران وبيوغلو جينيسليو، وذلك في القرن التاسع عشر. استمر الذوق الشعبي ولم يتغير، ولم يبقوا تحت أي تأثير أجنبي. وقد شهد التاريخ الأحداث المتعلقة بتوطين القبائل الإلزامية والرحلية وشعر متمرد على الظلم وضغط ابن الضال، وذلك منذ فترة 1785 حتى 1868 ميلاديا. تحتل المهارات مكانة هامة مثل الحلول والشقاء والغموض والمشاجرات التي عقدت في مقاهي العشاق، كما في التقاليد والعادات للأدب العاشق. وبسبب هذا التأثير قد أعطى هؤلاء العشاق اسم ميدان الشعراء. أما اسم شاعر القلم فقد أطلق على العشاق الذين يعيشون في المراكز الثقافية في المناطق الحضرية، والذين درسوا في بعض المدارس. ظهرت أيضا تأثيرات نوع شعر الديوان من نظرية الموضوع والإفادة واللغة لدى شعراء القلم، وحصلت الموضوعات هذه على مكانة أيضا مثل الغزل،
والمستزاد والديوان مع العروض بجوار أنواع الأدب الشعبي الحزين مثل الملحمة والفرصانية والكشامة وذلك بين أشعار هؤلاء. ومن ممثلي الأدب العشاق الرئيسيين الذين كتبوا أعمالا في هذا الطريق هو عمر العاشق وجوهري ودرتلي وأورزون مولو أمرا وبيبورو تلو ذهني. انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون أفادتكم وقد نالت إعجابكم. انتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا بإذن الله تعالى.